يوم أقصد التصميم الجديد بالعادة بالسيارات أقصد حاجة معينة، لكن هذه تجاوزت كل التوقعات الجديدة كلية من العلامة الصينية GAC GS3 M Zoom 2024. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا اليوم من صالة GAC وكيلها بالمملكة الجميع. بالفترة الأخيرة وصلت عندهم سيارات أشبه بالتصميم الخارجي اللي هو ما شاء الله تصميم فضائي. مثل ما نلاحظ سياراتهم الجديدة اللي هي الام زوم والام باو، سيارات ما شاء الله ولا أجمل بالتصاميم. فحبينا اليوم اخترنا سيارة بشكل سريع نتكلم عنها ونتكلم عن تجهيزاتها وش اختلافاتها عن باقي الفئات بشكل كامل، وفي الأخير راح نتكلم أكيد عن السعر لأنه أكيد يهم الكل. فقبل ما نبدأ هذه التغطية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام والفيسبوك كل الروابط بخانة الوصف، أول رابط تلقون تفاصيل السيارة بشكل كامل. أكيد البعض يهتم بالسعر، فسعر هذه الفئة نتكلم بالتحديد عن 78,000 أو 87,000 ريال، أتكلم بالتحديد بجزر الكسور. نجي للتجهيزات والمواصفات اللي موجودة عليها كتصميم خارجي. مثل ما نلاحظ التصميم الخارجي ما شاء الله تصميم غير اعتيادي، غير تقليدي، تصميم ولا أجمل، خاصة بالكت الرياضي اللي هو جاي بالجزء السفلي، لأنه النسخة اللي موجودة الحين معانا هي نسخة السبورت، النسخة الرياضية بزوايد وتفاصيل حلوة اللي راح نشوفها بعد التغطية. حتى الديفيوزر بالخلف ما شاء الله ولا أجمل. نجي للواجهة الأمامية، وفي البداية أكيد راح نتكلم عن تصميم الإضاءات، لغة التصميم في GAC التصميم الجديد، تصميم ما شاء الله أكثر عصرية وأكثر جاذبية، إضاءات فل LED بالنسبة للعالي والواطي مع حساسات أمامية بشكل كامل. لاحظ الكت الرياضي اللي جاي بالجزء السفلي عليه لون عليه كذا خط باللون الأورنج مع اللي هو البيانو بلاك أو اللون الأسود اللمع اللي جاي بالجزء السفلي، وهنا الفتحات أكيد موجودة وكشاف ضباب. بالنسبة للإضاءات كمان موجودة هنا هذه الفتحات، طبعا في الواجهة الأمامية شعار GAC أسفله كاميرا أمامية من أصل عدة كاميرات محيطية ناخذ منها 360 درجة، ورادار أكيد موجود عليها. ودكم تعرفون التفاصيل والتجهيزات صوروا الشاشة. نتكلم بالتحديد عن كفرات ميشلن جنوط مقاس 19 إنش على 45 على 235. هنا الكاميرا الجانبية R، طبعا هنا ما شاء الله تصميم كذا حاد، تصميم كذا شوي تحسه صعب. إشارات بالمرايات، مقابض تختفي وتظهر على حسب الحاجة. فيها دخول ذكي لباب السائق الأمامي، هنا السيارة تعتبر اقتصادية، سقف بانوراما، وفيها جناح خلفي مثل ما نلاحظ هذا الجزء اللي هو بالخلف، وهنا ديفيوزر رياضي وفتحتين للعادم وكاميرا خلفية. ما شاء الله لون السيارة كمان لون جذاب وجميل. هنا الجزء السفلي، رأيكم بالتصميم؟ إذا جينا للقلب النابض المحرك فبنتكلم عن إمكانيات وأرقام جدا عالية كمحرك 1500 سي سي تيربو. للمعلومية طبعا نفس المحرك اللي هو موجود على سيارة الطلقة أو الأمباو اللي دشنت تقريبا من فترة ووصلت في رمضان تقريبا كموديل 24، سيارة جديدة سيدان رياضية. فراح أترك لكم التغطية في خانة الوصف اللي حاب يعرف تفاصيل أكثر عنها. نجي للتصميم الداخلي، ونتكلم قبل ما نتكلم عن التصميم الداخلي نتكلم عن القلب النابض المحرك، إمكانيات السيارة بشكل كامل. إذا جينا للقلب النابض بنتكلم بالتحديد عن محرك رباعي الأسطوانات مدعوم بتيربو. فبشكل سريع محرك GAC GS3 M Zoom 2024، نتكلم بالتحديد عن محرك 4 أسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو. الأحسن اللي موجود عليها 177، والعزم نتكلم عن 270 نيوتن مرتبط بناقل حركة 7 سرعات.
بالنسبة لساعة خزان الوقود نتكلم بالتحديد عن 47 لتر استهلاكها بالبنزين، كل لتر بنزين تمشينا بالسيارة 18 كيلو فاصلة 3. التقييم ممتاز، بنزين 91 دفع أمامي 2024 1500 سي سي، وهذه إمكانيات السيارة بشكل كامل. نجي للجزء الداخلي. طبعا بشكل سريع هنا مثل ما نلاحظ كنوع من أنواع العزل الموجود تحت غطاء المحرك وعلى غطاء المحرك، كل هذه طبعا تساعد في عزل السيارة بشكل أفضل. للأسف طبعا مثل ما نلاحظ عصا، يا ليت إن كان المساعدات كان أفضل بكثير، لكن ما علينا. ندخل داخل السيارة ونشوف باقي التجهيزات. نبدأ أول حاجة مقابض الداخلية كروم، نوافذ كهربائية، هنا مساحة تخزين مثل ما نلاحظ اللون أورنج حتى بالجزء الداخلي. هنا ما شاء الله التصميم الداخلي، هذا الجزء طبعا بلاستيك وهنا جلد. نلاحظ نفس التصميم الداخلي اللي هو موجود على أكبر سيارة SUV بالأسطول اللي هو GS8، هنا باللون الأورنج طبعا كتصميم لنسخة السبورت. حاملة أكواب، فتحة تكييف بالخلف، منفذ USB بالأسفل، برضو مساحة تخزين هنا، ومثبت للأيزوفيكس موجود هنا. تصميم السيارة الخارج والداخل ما شاء الله جريء وجذاب. برضو في بعض مثل ما نلاحظ نشوف في بعض اللي هو الأماكن الحادة كتصميم حاد، حتى المراتب طبعا أورنج على اللون اللي هو التركوازي ما شاء الله كتصميم. وهنا حزام الأمان بشكل جميل، وهنا من ناحية الراكب فيها أرباقات، وهنا مساحة تخزين أرباقات موجودة بالأسفل. هنا طبعا مثل ما نلاحظ هذا المساحة، وهنا كروم بشكل جميل بانو بلاك، برضو في إطار كذا باللون الأورنج. نوافذها كلها كهربائية ما شاء الله، تصميم ولا أجمل كلغة تصميم. ويلا اللحظة المنتظرة من ناحية السعي، انت تلاحظ أول شيء وسع الداخل بالسيارة، مثل ما تلاحظون في وسع داخلي بشكل ملحوظ. هذا في الجزء الأمامي، خلونا نلاحظ الجزء الخلفي. حتى الجزء الخلفي نلاحظ في وسع هنا موجود بالشكل المطلوب، يعني مع أماكن التخزين استغلال المساحات ما شاء الله بشكل ممتاز. نجي لهنا طبعا مثل ما ذكرنا، هنا كله جلد، مقابض الداخلية كروم، القفلة المركزي، التحكم بالمرايات الجانبية، النوافذ كلها كهربائية، هنا مساحة تخزين، التحكم بالمرتبة كهربائي، وهنا نلاحظ تصميم المرتبة ما شاء الله جميل، وحتى الخامات اللي موجودة عليها. وهذه السيارة من الداخل. نغير العدسة طبعا، الجير تتحكم فيه بهذه الطريقة، تقدم وترجع، بريك الكتروني، اوتو هولد، هنا التحكم بالتكييف، هنا شاشة صغيرة، شاحن لاسلكي، حاملة اكواب، مساحة تخزين. وهذه السيارة طبعا فيها ارباقات بشكل كامل، انارات داخلية LED، شماسات فيها مرايات، وفيها انارة هالوجين، سقف بانوراما. هنا ما شاء الله حفاظ على المسار، مثبت السرعة، بالاضافة لي الصوت، رفع وتنزيل الصوت، هنا التحكم بالإنارة. وبس هذه كل التفاصيل اللي موجودة عليها بشكل سريع. هنا نلاحظ البيانو بلاك، خلينا ندخل الإنارة، هنا مساحة تخزين. فحبينا ناخذها لكم بشكل سريع، أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. وفي أمان الله.